طيب انا مش هفصل في سياق ايضا زياره الصين استاذ علي، مش هفصل الشق الاقتصادي عن شق مكافحه الارهاب. انا بعمل اقتصاد قوي، ده ذراع من اذرع مكافحه الارهاب. أيضاً. على قد ما الصين وغيرها من الدول مقدره ومدركه تماما لاهميه الاصلاح الاقتصادي في مصر واهميه مصر في اطار مكافحه الارهاب، على قد ما في ناس بتبقى برضو متربصه بده، هيحاولوا ان هم يعني يصدروا شائعات او يعملوا اي تصرف ان هو محاولات طبعا فاشله للاطاحه بهذا او بهذا الفكر الاقتصادي، بالاضافه الى بعض ايضا المحاولات داخليا لتصدير فكره ان مصر لا احنا لسه عندنا ارهاب ولسه كذا، وده طبعا غير صحيح. يعني مسؤوليه كبيره جدا ان احنا نعمل اصلاح اقتصادي و في نفس الوقت بنحارب على الجانب الآخر الإرهاب بشكل صريح. شوفي حضرتك، قبل السفر إلى الصين في الحقيقة أنا أجريت حوار مع سفير الصين في القاهرة. تمام. قال لي إحنا حريصين جدا على زيادة استثماراتنا بقوة في مصر لما تتمتع به مصر من استقرار أمني، وفي ضوء نجاح مصر في مواجهة ومكافحة الإرهاب، وبالفعل أصبحت مصر بلدا آمنا مستقرا. هذا الكلام بل يزيد عليه، أصغيت إليه جيدا في حديث الرئيس الصيني خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال له إحنا بنقدر ونسمن عاليا دور مصر في مواجهة الإرهاب والتطرف سواء على المستوى المحلي أو في تعاونها مع الدول الأخرى، وده دور كلنا بنلمسه، وأشاد بالاستقرار الكبير الذي حققته مصر في هذا المجال. وبالمناسبة يا فندم، احنا طبعا لابد ان نذكر بكل الاحترام والتقدير دور قواتنا المسلحة، ابطال القوات المسلحة وابطال الشرطة في مواجهة ذلك الارهاب. صحيح. وسقط منهم شهداء من خيرة ابناء مصر من اجل ان ننعم جميعا بالامن والسلام والاستقرار. وبالفعل انا بقول مصر قضت على الارهاب بصورة كبيرة جدا للغاية، لكن بدون شك لا توجد دولة من دول العالم، كريبش عن مصر، لا توجد دولة من دول العالم تخلو من وجود حادث فردي من هنا أو من هناك. يعني أنا لما بقعد النهاردة حضرتك تابعي أخبار أوروبا، شوف الولايات المتحدة الأمريكية، شوف فرنسا، شوف ألمانيا، كل فترة كده ممكن تتعرض لأي حادث فردي، أي حادث، أي تصرف من أي شخص طائش، ده شيء طبيعي جدا. بس تغطية الفيسبوك والإعلام بتكون مسؤولة. يمكن أنا هنا عشان أواجه نفسي برضو بالحقيقة، عندي بعض الجهات بتغطي او بتقول بتعمل يعني بتحاول تعمل سبق معين عن يعني على حساب ان ممكن يكون ده منافي للواقع او للحقيقه، لمجرد السبق ولمجرد ان انا شاطر وجدع وبحط اخبار عشوائيه. لا، هي مش مسألة شاطر وجدع فن، هو مغرض او مغرض، هو مغرض، هو عايز يقول صوره غير حقيقيه بالزبط عن واقع تصرفات غير مسؤوله. لا، والناس اللي المواطنين يا فندم بيتداولوا الخبر، ما دي برضه تصرف مش مسؤول. برضه لازم نقول للناس ان مواقع التواصل الاجتماعي ليست اعلاما، لان من شروط الاعلام المعلومه الصحيحه والمعلومه الصادقه. لكن انا بقول كل الجهات النهارده بتتعامل مع هذه الامور وبتاخذها ماخذ الجد، لما الشائعات أو الأكاذيب بتزيد حدتها بيتم الرد على هذا الأمر وتوضيحه. لكن العالم كله يلمس، وإحنا كمواطنين على أرض مصر، رجل الشارع المصري يدرك بالفعل قد إيه بلده الآن بتنعم بالأمن والاستقرار، وهذا الأمر لعب دورا كبيرا في جذب استثمارات. وأنا بقول لكم لا، وأكثر من ذلك، الاستثمارات قادمة قادمة إلى مصر، ومصر مستقرة، مصر مقبرة للإرهابيين. الإرهاب لا يستطيع أن يهزم شعب مصر العظيم أبدا ولا يحلم بذلك. بقى لا، إحنا اللي قضينا على الإرهاب وإحنا اللي هزمنا الإرهاب، لأن إحنا متماسكين. قائد مصر، جيش مصر، شرطة مصر، شعب مصر، نحن جميعا على قلب رجل واحد. شعب مصر شعب كمان واحد موحد، لا يقبل أي فتنة داخلية ولا يقبل تفرقة ولا يقبل أي تجزئة. وأيضا اللي هو السياج القوي اللي بيحمينا كلنا. احنا قضينا بصراحه، احنا قضينا على الارهاب بصوره كبيره جدا، كل التحيه والاحترام والاجلال والتقدير للقوات المسلحه والشرطه، واحنا كلنا جنود في هذه المعركه في مواجهه الارهاب. لكن بقول للمواطنين بهذا الشان ايضا، لا تصدقوا الشائعات التي تقال بين الحين والاخر عن وطنكم وعن كل الانجازات التي تتحقق على ارض مصر، حتى ان اعداء مصر هم ساعدونا في ان احنا نقضي على الشائعات اللي بيروجوها من خلال افراطهم فيها. يعني زي ما تقول حضرتك ايه، اوفر بلاينج، عارفه الحديث اللي بيقول يظل الرجل يكذب ويكذب حتى يكذب عند الله كذابه. اهو يقول لك ده فلان ده كذاب لانه عمال كل يوم يكذب، فيعني خلاص. صحيح. يعني حتى وسائل الاعلام
ناس كتير جدا مش اتفرج عليها بتاعت اللي هي المغرضه اللي ضد مصر اللي هم اعداء مصر، لكن بيتفرج عليها بيقول انا عايز اشوف الكذابين دول بيقولوا ايه. المبالغات انا عايز الناس اللي يعني الدور. في ناس اصبحت تاخدها لمأخذ الضحك، حد عايز يتفرج على مسرحيه هزليه فيقول لك انا بتفرج على الكذابين دول هيقولوا ايه على الانجازات الضخمه والعظيمه ان المواطن بيشوفها النهارده. هم قاعدين بره وعمال يقولوا بيحصل في مصر كذا وكذا، طب ما انا قاعد اهو في البلد وما بيحصلش. كل دي كل دي يعني كل دي اكاذيب، ودول اعداء مصر، ودول عايزين يشوهوا كل انجاز على ارضنا. تمام. عشان هم اصلا بيحبذوا الارهاب، بيحبذوا العنف، بيعملوا لصالح جهات معاديه لمصر. ما فندم يحبذ ولا دولت، بقول لهم دولت دول، عارفين مين دول؟ مين دولت اللي حرقوا ليبيا وحرقوا سوريا وعملوا فتنه في العراق وعملوا اليمن وعملوا، دولت اللي عملوا كل هذه الفتن والقلاقل الداخليه، دول فشلوا في مصر تماما بسبب وحدتنا جميعا، فما قدامهمش غير الشائعات اللي بيدلزين علينا بيها في الفتره الاخيره. لكن احنا برضو المواطن المصري بفطرته بيحب مصر. بالظبط. فبالتالي وحدتنا وتضامننا وعشقنا لبلدنا واستعدادنا جميعا ان نضحي بكل ما نملك من اجل ان تكون مصر سالمه مطمئنه، مش انا وحضرتك وكلنا ابناء مصر المخلصين، جيشنا وشرطتنا اساتذتنا اللي علمونا، اسر الشهداء اللي ادونا دروس في الوطنيه اللي قبل الانتخابات الرئاسيه قالوا من اجل شهداء مصر انزلوا فانزلنا، اللي هم بيقولوا ما تصدقوش الكذابين اللي عايزين يحرقوا مصر. يعني شفت حضرتك طبعا وسمعتي وكلنا حضرنا اسر شهدائنا العظام اللي بيعودوا، نقف امامهم جميعا وتنحني رؤوسنا بالزبط. لهم نصغي اليهم بدون دروس في الوطنيه وفي عشق تراب هذا الوطن. بقول لشعبنا العظيم صحيح. ما تصدقوش اللي بيكتبوا الشائعات، بلدكم ماشيه صح. لو احنا كمان هنتعافى اقتصادنا هيتعافى بشكل اقوى بشكل اكبر في الحقيقه، في ضوء اللي انا شايفه من خلال زيارات السيد الرئيس ومن خلال كل ما يقوم به من جهد ومعاه الساده الوزراء كله في مجال تخصصه. انا بقول الاقتصاد المصري بيتعافى، المشروعات كبيره جدا قادمه، الاستثمارات قادمه الى مصر، في اكتشافات بتروليه، في مشروعات عملاقه، في قناه السويس كل يوم بنسمع عن زياده في دخل مصر من قناه السويس، بنسمع اكتشافات بتروليه، بنشوف استثمارات جديده، بنشوف استصلاح 2.5 مليون فدان، شفنا مشروعات اسكان على نحو غير مسبوق كبيره جدا في عدد كبير من المحافظات، شفنا مشروعات تنميه في مختلف انحاء مصر، لم تعد التنميه قاصره على القاهره الكبرى بالظبط، لم تعد المصانع قادره فكر، لم تعد الطرق قاصره عليها يا فندم. ولذلك حضرتك لما بتتابع المشروعات حتى للسيد الرئيس بيفتتحها حتى بنكون في مكان، لكن حضرتك بتشوفي ان بيتفتح بالفيديو كونفرنس مشروعات وطرق وانجازات واسكان فين؟ في مختلف انحاء مصر. صحيح. في مختلف يعني ربوع مصر. تمام. وفي مقدمتها شمال سيناء. شمال سيناء النهارده اللي فيها مشروعات تنميه، انا كمواطن مصر رحت ومشيت في شمال سيناء سالم امن مطمئن، المراسلين الاجانب مشوا في شوارع شمال سيناء، وانا مشيت وزملائي مشوا ومشينا وبقينا فخورين جدا، شفت مشروعات اسكان، شفت مشروعات تنميه، شفت وفره اكتر من القاهره وارخص من القاهره ومن في المواد الغذائيه في شمال سيناء. نعيش هناك يا فندم. نروح نعيش، يا ريت بلدنا كلها بلدنا ونروح ونزور ونسعد ونعيش وسط اهالينا كلنا، مصر كلها سالمه امنه مطمئنه باذن الله ما دام فيها قائد عظيم وجيش عظيم وشرطة عظيمة وشعب واحد متماسك. طيب خلينا ننتقل سريعا بقى لزيارة أوزبكستان قبل ما ننتقل مع سيادتك للنقطة الثانية. ولا كنا ما اتكلمناش عن التعاون الإفريقي ولا يعني عدينا عليك يعني الكرام برضو. بس طيب. هنحلل حاضر. بس أوزبكستان وزيارة مميزة جدا تم تطرق فيها أيضا لنقطة مكافحة الإرهاب، وتم التعليق عليها بأشكال عديدة جدا صحيح. كدولة إسلامية وكذا. فخلينا يعني حضرتك رؤيتك للزياره لهذه الزياره، زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لاوزباكستان. هي طبعا اوزباكستان دوله من الدول الاسلاميه التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي. أيوه. ومصر في مقدمه الدول التي اعترفت بها، واقامت هي على الفور في مقدمه السفارات التي اقامتها، اقامت لها سفاره في مصر. رئيس أوزبكستان زار مصر مرتين، إحدى هذه الزيارات سنة 92 والثانية 2007، لكن دي أول زيارة لرئيس مصري بعد زيارة لرئيس عبد الناصر قديمة جدا. فالرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل بعد حفظ كل هذا بعد كل هذا الفترة الطويلة جدا، وبعد مرور قرابة 25 سنة على الاعتراف مصر بأوزبكستان كدولة كدولة، ترحيب كبير جدا بالرئيس عبد الفتاح السيسي في الحقيقه في اوزبكستان. طبعا رئيس اوزبكستان استقبل وشعب اوزبكستان، وحصلت حدثت حفاوه كبيره جدا لان في علاقات
لها علاقات وطيده وعلاقات تاريخيه بتربطهم بمصر، وايضا ارتباطهم الوثيق بالازهر. هم اشادوا اشاده كبيره جدا، ورئيس اوزبكستان بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدور مصر في مواجهه التطرف وفي مواجهه الارهاب بالزبط. وقالوا ان هم عايزين برضو يستفيدوا بخبره الدين. مصر في تحديث الخطاب الديني، تطوير الخطاب الديني ومواجهه الارهاب ومواجهه التطرف في ضوء حرص مصر. ايضا الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على حرص مصر على مواجهه التطرف في ايضا في 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 منطقه وسط اسيا ومواجهه الارهاب، واكد الجانبين حرصهما على يعني تضامنهم مع حرصهم على سلامه امن واستقرار افغانستان، وتضامنهم مع شعب افغانستان وعلى وحده اراضيه وعلى سلامته وادانه الارهاب في المنطقه وضروره مواجهه هذا الارهاب وهذا العنف. ايضا الملف الاقتصادي، بقول زي ما بقول لحضرتك الملف الاقتصادي في اليد اليمنى للرئيس عبد الفتاح السيسي، في حضور تام في كل دوله من دول العالم في الحقيقه. عشان كده بقول للناس انتظروا عائد كبير جدا من كل هذه الزيارات، ومن بينها ايضا اوزبكستان، حيث تم بحث مساله زياده التبادل التجاري في الحقيقه بين البلدين، اقامه مشروعات مشتركه من بينها صناعات زي صناعه السيارات وغيرها. طيب. ايضا تدفق السائحين من اوزبكستان الى مصر بصوره كبيره، كذا شق اقتصادي. فعايز اقول ان في شق اقتصادي كبير جدا، زياده الصادرات المصريه الى هناك، وفي الحقيقه فرص واعده كبيره جدا الناس نفسهم قالوها لامكانيه، ومصر الجانب المصري عرضها، هم رحبوا جدا بيها. الصادرات المصريه في مجالات الادويه، في مجالات الرخام، تصدير الرخام، تصدير السجاد، منتجات كثيرة ومتعددة من المنتجات المصرية يمكن تصديرها إلى هناك، والمنتجات الطبية والأجهزة الطبية والمعدات الطبية عندهم هناك بسعر أعلى، إحنا عندنا بسعر أوفر. بالزبط. منتجات البلاستيك، كل هذه الأمور موجودة عندنا وحنقدر إن إحنا نصدرها بكم كبير، وأيضا إقامة صناعات مشتركة بين الجانبين. طيب سريعا استاذ علي، قبل برضه يعني عندي نقطتين بس عايزين ننتقل سريعا لنقطه التعاون الافريقي، وحضرتك برضه كان عندك تعقيب معين على التعاون المصري الافريقي كمان بعد اهمال العلاقات مع افريقيا لسنوات عديده في العصور البائده. هو الصين حينما ارادت ان تقيم علاقات قويه مع الاقطار الافريقيه وعشان تنشط موضوع طريق الحرير. فكان نصب عينيها مصر، لأنها تعلم الدور المصري الكبير في أفريقيا. وأنا بقول إن الدور المصري في أفريقيا عاد بقوة من 2014. صحيح. بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديرا من هؤلاء لدور مصر ورئيسها، فمصر هي رئيس الدورة القادمة للاتحاد الإفريقي. تمام. من اعتبارا من يناير 2019. ومن هنا كان الحرص الصيني الكبير على الدور المصري في أن تشهد علاقات التعاون الصينية الإفريقية دفعة قوية وكبيرة خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. طيب. وبالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أكد أيضا على حرص مصر على دعم هذا التعاون وعلى دعم مشروعات التنمية المستدامة في افريقيا، وتحديث التحديث الذي ينبغي ان يشمل دول القاره الافريقيه، واهميه التعاون البيني بين الدول الافريقيه بعضها بعضا، وتحرير التجاره فيما بينها، واعطاء اولويات في عمليات التبادل التجاري، وحرص مصر ايضا على تقديم التعاون الفني مع سائر الاقطار الافريقيه. تمام. والحرص ايضا على مواجهه الارهاب والتطرف والعمل على الاستقرار بين دول القارة الإفريقية والتعاون فيما بينها، وترحيب كبير أيضا من جانب مصر للتعاون الصيني الإفريقي. طيب النقطة وطبعا قناة السويس وطريق الحرير يعني اتكلمنا فيه. طيب في نقطة تانية يا فندم عايزين نتكلم فيها في نهاية حديثنا، الدور أو تنامي البعد الاجتماعي والإنساني لوزارة الداخلية. خلينا نقول ان شرطة مصر مش بس حماية، شرطة مصر
هي من داخل كل بيت يعني. صحيح. بالضبط. محتكة بشكل كبير جدا بالمواطن، في تعامل وتعاون بشكل يعني يومي، ما كانش يعني طول على مدار اليوم مع المواطن. الحقيقة مؤخرا بقى في تقديم مساعدات اجتماعية وتكافل اجتماعي وإنساني ما بين الشرطة والشعب. أنا ما بحبش أقول عامة الكلمة دي، بس هي يعني حاجة واحدة، بس هي يعني هذا هو المصطلح المتعارف عليه. مش حاجتين، احنا حاجة واحدة. فتنامي هذا الدور أيضا في ظل صعوبة المهام اللي بيقوموا بيها، وبعض ايضا الخبراء قالوا حتى ان عددهم كمان قليل على ان هم يقوموا بكل هذا الدور، ومع ذلك قايمين بدور اجتماعي وانساني مهم جدا، والحقيقه مشرق جدا لتطوير دايما مهام الداخليه. فمثلا يا فندم، هم يعني ازمه ارتفاع اسعار الادوات المدرسيه والشنط والحكايه دي كل الناس عانت منها، والحقيقة وفروها من خلال معرض، ويمكن احنا اتكلمنا عنه. المواطنين كانوا خارجين من المعرض، واحنا يمكن يا جماعة شفناهم امبارح قد ايه كانوا اشادوا بان الاسعار ربع تمن اللي بره. فده دور من الادوار المحترمة جدا اللي احنا لازم نتكلم عنها ونشيد بها لوزارة الداخلية. كيف يعني تقرأ هذا؟ هو وزارة الداخلية ليها دور كبير جدا في الحفاظ على الأمن الداخلي للمواطنين، طبعا إلى جانب الدور العظيم أيضا لقواتنا المسلحة. لكن بقول إن وزارة الداخلية بيقوموا بدور كبير جدا في تحقيق الأمن للمواطنين، لكن في ذات الوقت أيضا قاموا بدور كبير جدا في مشروعات اجتماعية ومشروعات إنسانية زي حضرتك ما قلتي. يمكن في العيد شفنا منافذ أيضا، منافذ بيع للسلع والمنتجات بأسعار تتناسب مع المواطنين. وشفت ايضا في الحقيقه المعرض بتاع السلع المدرسيه ده ليه دوي كبير جدا، لانه نجاح كبير جدا. حتى امبارح ناس كانت بتكلمنا تقول لنا الاماكن فين وفي كذا ولا في كذا، وفي اقبال، ولقيت تعليق من ابناء مصر المخلصين بقى على الفيسبوك، مش الجماعه بتوع الارهاب والارهابيين والاخوان ومرسي العياط ابدا. احنا ابناء مصر المخلصين بالفعل راح وشافوا ان قد ايه فعلا كل أسرة وكل بيت النهاردة عنده ابن أو عنده حفيد أو عنده أخ أصغر أو عنده كذا داخل المدرسة وعايز يروح يجيب المستلزمات المدرسية في 90% من بيوت مصر ما لم تكن 100%. لا، والناس ما عندهاش بقى طفل واحد، ده في أسر فيها طفلين وثلاثة وأربعة عايزين عدد معين. وزارة الداخلية بتقدم لنا هذه الخدمات، ده شيء جميل جدا وشيء عظيم جدا، وبيؤكد يعني قد إيه حرصهم على الأسر وعلى الظروف الاجتماعية، وإن يقفوا جنب الناس بشكل جميل جدا وبشكل محترم. ده بيزيد المزيد من الحب اللي موجود فعلا والتلاحم. والاحترام المتبادل والتلاحم ما بين الشعب والشرطة، لأن كلنا أسرة واحدة وعائلة واحدة. وطبعا كان في محاولات سابقة إجرامية للوقيعة، فتنة. شفنا العمل الإجرامي الذي لا ينسى، اقتحامهم لجهاز أمن الدولة، جهاز وطني بيقوم بدور وطني في حماية أمن وسلامة المجتمع، تقوم رموز جماعة الإخوان الأربعة عشان تقتحم هذا المبنى عشان يدخلوا عناصر الإرهاب إلى مصر. لكن لا، نجح أبطال جهاز الشرطة في إسعادة عافيتهم وفي السيطرة الكاملة وفي تحقيق الأمن الكامل في ربع مصر في وقت قياس. نهضة العالم كله بيشيد بالاستقرار الأمني الداخلي في مصر. تمام. وطبعا الناس كان لهم دور كبير جدا في هذا الشأن، وعاد الشرطة المصرية بكافة أجهزتها قوية تحمي المواطن المصري وتحمي أمن مصر وسلامة مصر. طيب هم